نروح إلى هذا التقرير اللي أعدته زميلتنا فرح الجبور، واللي بحكي عن مبادرة أجيال وادي السير، وهي مبادرة تطوعية تهدف للحفاظ على موروث الأكلات الشعبية التراثية بمختلف أشكالها، واللي اشتهرت فيها خصوصا في موسم زيت الزيتون. وسعت المبادرة لتجميع سيدات المجتمع والجمعيات من مختلف ثقافاتها لغرس هذه المفاهيم التراثية للأجيال. خلينا نشوف هذا التقرير لزميلتنا فرح الجبور ثم نعود. مؤسسة مجتمع أردنية، في عندنا صراحة ثلاث برامج، برنامج اسمه جبال وادي السير، هدفه الأساسي هو التمكين الاقتصادي لسيدات المجتمع. طبعا احنا اليوم موجودين في هذا المكان اللي اسمه بستان عواد، وهو المكان العملياتي للمؤسسة، بحيث انه احنا بننظم في كل تقريبا كل شهرين بازار خاص بالأكلات الشعبية. بنفس الوقت احنا في عنا برنامج متكامل عن موضوع السياحة والسياحة البيئية، متخصص في توعية الناس بطريقة غير تقليدية عن مواضيع السياحة المحلية وحماية البيئة، بالإضافة لبرنامجنا الثالث اللي هو بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني، بنشتغل من خلاله على تدريبهم على تصميم المبادرات والحملات. رسالتي من هذا المكان اللي احنا من فيه، أي واحد فينا يملك الفرصة لخدمة سيداتنا، وبحيث أنه نمكنهم اقتصادي ونحسن دخل أسرهم، يا ريت أنه ما نبخل عليهم ولا نبخل على حالنا، لأنه الأردن هو بحاجة كل واحد فينا وكل جهدنا، فبالتالي لازم إحنا نقوم في دورنا التنموي بهاي الجزئية. ارتقينا كفريق وكمنظمين إنه يكون هذا المكان نقطة انطلاقة لسيدات المجتمع المحلي وسيدات الجمعيات المحيطة بالمنطقة، فارتقينا إنه هذا المكان يكون تجمع لتسويق منتجاتهم، للتعريف بشكل أكبر، حتى كنا إحنا نسوق على مستوى منطقة عمان وما حولها، وأحيانا توصل إلى المملكة قاطبة. هذا التسويق أو هاي نقطة التجمع انبثق منها أمور، يعني إحنا كنا يعني هي أحد أهدافنا أو أهدافنا الرئيسية، تمكين المرأة وتسويق منتجاتها. إحنا بنحب إنه أكلاتنا القديمة المعروفة من أمهاتنا وجداتنا إنه نعيدها بمرة أو مرتين بالسنة، طبخ مباشر أمام الناس. بنحب إنه يشوفوا كيف تنطبخ بأصولها، كيف تتقدم، فالناس اللي كانوا أصلاً يأكلوها في البيت بيجوا هنا بالسنة مرة أو مرتين، ممكن نصل ثلاث مرات حسب طلب الناس، نعملهم هذا البازار. بيجوا يأكلوا أكلاتنا الشعبية مثل الكرش، المفتول، المحاشي بأنواعها، المعجنات بأنواعها، خبز الصاج. هاي 13 مشاركة، ما شاء الله، يعني الواحد هون يحس حاله كأنه بيته، مأخذ وضعه على الآخر، يعني بيستفيد الواحد كمان من مشاركته هون. بقدم أنا منتجات منزلية، مقدوس وزي اللبنة وزي الجبنة. أنا مشاركتي كانت بالأكل التراثي اللي هي متعارف عليها إحنا أهل الشمال، اللي هي المكمورة، وأنا الحمد لله قدرت أني أنقل الأكل الشعبي لسكان وادي السير، لأهل عمان، وانطلبت مني بشكل كبير وكتير حبوا الأكلة، بالإضافة للأكلات الشعبية الثانية مثل التشعتشي، المعجنات مثل المطابق، ف
فالأهل عمان يعني كتير حبوا هاي الأكلة. إحنا بنقدم تراثنا، يعني التراث الشركسي غني جداً، في أكلات كتيرة معروفة. الأكلة الرئيسية عندهم الشبس وباستا اللي بتتقدم في الأفراح وفي الأتراح، وفي أكلة الحلوة، وفي يعني أكلات متعددة، الجبنة الشركسية. فالحمد لله يعني البازار فعال، وإن شاء الله نستبشر خير فيه دائما زي ما عودنا.